أنجبت تخص. أولاد يعني أنا بقول لهم لما نتكلم عن النساء عامة، يعني طبعا السيدة عائشة لم تكن أما ولكنها من أمهات المؤمنين، وكان الرسول وتعلمنا منها الحديث وروت عن يعني هي روت كثير من الأحاديث عن الرسول. صحيح، هي المصدر الرئيسي في السنة، وهي لم تكن أما، فيعني مش هنكرمها وما هيش يعني. السيدة آمنة يعني والدة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أنجبت خاتم الأنبياء والمرسلين ولم تشهد الإسلام نبوته. أو لم تشهد نبوته وهي أم. أوكي، لكن يعني في آراء كده يعني آراء لا يمكن يتقبلها العقل. يعني يعني في ناس بيقولوا السؤال يعني هل السيدة آمنة أم الرسول ستدخل الجنة؟ ده سؤال يا جماعة. يعني السيدة التي أنجبت النور، أنجبت النور وأنجبت لنا الرسول خاتم الأنبياء الذي اختاره الله من فوق 7 سماوات إن هو يبشر بالرسالة وبالوحي، واللي بيؤمن بيه حاليا 1.5 مليار بتسألوا يعني عندكم الجرأة والجسارة، عايز أقول يعني إنكم تشكوا في إن السيدة آمنة؟ سؤال لا يسأل، سؤال ولا لا يسأل. محل له من العراق، زي كثير من الأسئلة التي أصبحت موسمية. لك تهنئة اللقباط، جواز تهنئة اللقباط، ده حتى عيد الحب، حتى عيد كذا وحتى كذا، وكل ده حتى المولد النبوي الشريف مش عايزيننا نحتفل بيه. أنا هقول لك على حاجة، أنا كنت مترجمة في السفارة السعودية في جنيف، وكان عندنا سائق إسباني، أوكي، وزوجته بتعمل في، أنا كنت بعمل السفارة السعودية وزوجته كانت بتعمل في السفارة المصرية. فيوم مولد النبي احنا عندنا اجازة رسمية، فكانت الزوجة اخدت اجازة رسمية، واحنا في السعودية ما بيحتفلوش بمولد النبي فما اعطناش اجازة رسمية. فجالي السواق قال انا عايز اعرف هو رسول بتاعكم مصري ولا سعودي؟ على سنة اجازة ومش انا اجازة. يعني هنا بيحتفلوا بيه المصريين بيحتفلوا بالرسول اللي هو كان في السعودية، يعني احنا ما بنقولش السعودية في الجزيرة العربية، بس هو بيقول لي سعودي. يعني فبيقول لي الرسول بتاعكم ده، هو الرسول بتاعكم ده مصري ولا سعودي؟ فده بيدل على ايه؟ بيدل على ان المصريين من اكثر شعوب العالم تدينا ومحبة لآل البيت. أيوه. ومن أكثر الشعوب الذين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتفلون به. طب يعني إحنا بنحتفل بعيد ميلاد ولادنا، بنحتفل بعيد ميلاد يعني ناسا، ده حتى حرام، ده حتى حرام، مش هنحتفل بمولد هو مش عايز الرسول أصلاً. النبي هي الفكرة أي ما عنده أن يعيشك في حالة كآبة، وهي دي الحالة التي يستطيع الاختراق. والله إذا يعني أحبيت الحياة وابتهجتي بالظبط كده، لا هو مش يعني عايز كده. احنا ناخد كل ما هو جميل، يسروا ولا تعسروا، الدين يسر وليس عسر. انتوا كرهتونا في عيشتنا، انتوا حرمتوا علينا معيشتنا، كل حاجه حرام، كل حاجه اقتلوه، تارك الصلاه اقتلوه، المرتد اقتلوه، ايه القتل ده اللي انتوا نازلين فيه وهي مذبحه؟ ده صحيح.